أهلا أعزائي المشاهدين، مرة ثانية برحب فيكم. سمعتوا اختبار الأخت فادية بزي، وكمان شفتوا بعض الكلام من زوجها من القسيس رائد. طبعا الشيء اللي لفت انتباهي أحبائي أنه كل شخص بغض النظر شو خلفيته، مسيحي، مسلم، يهودي، بوذي، ملحد، أي شخص، دائما الشخص اللي بيختبر المسيح اختبار حقيقي لابد أن يشهد عن يسوع المسيح. والشهادة ليس للافتخار، ولكن الشهادة هي لكي تقول للناس أنه أنا فعلا كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعيش في ظلمة أما الآن أسلك في النور، كانت حياتي قبل ما أعرف المسيح بالخطية، بضياع، بالهلاك، ما عنديش أمل في الحياة الأبدية، اختبرت يسوع المسيح صار عندي الضمان والتأكيد للحياة الأبدية. وهذه هي معاملات يسوع المسيح، إنه المسيح بيتعامل مع الناس، بغير القلب والحياة والكيان، وهذا الشيء طبيعي.